تعميم وزاري يقضي بحظر استخدام الهواتف داخل المؤسسات التعليمية يثير ردود فعل متباينة في الأوساط التربوية والتعليمية تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد في موريتانيا. المستشار المكلف بالاتصال بوزارة التعليم الأساسي وإصلاح التهذيب الوطني وصف في تصريح لقناة المرابطون القرار بكونه يهدف للرقي بمستوى تحصيل التلاميذ حتى يستفيدوا من الحصص المقدمة داخل الفصول الدراسية وتحقيق أكبر استفادة من العملية التربوية حتى تحقق الأهداف المتوخاة منها. هذا الإجراء في الحقيقة هو إجراء مهم ويهدف أساساً بالدرجة الأولى كما قلت لك يهدف لأن يستفيد التلميذ من الدرس، لأن وقت الدرس مخصص أساسا، وقت الدوام المدرسي مخصص للدراسة ولتلقي العلم والقيم والأخلاق، وليس والمدارس هي أيضا مرافق لهذا الهدف أساسا، وليست أماكن للدردشات أو لتبادل المكالمات إلى ما هنالك. والتلميذ عندما يذهب من أهله صباحا هو يذهب لهذا الهدف، والأحسن أن يترك هاتفه في المنزل حتى يعود إليه. لكن القرار الذي لما يدخل بعد حيز التطبيق يجد فيه مشتغلون بالمجال التعليمي في البلاد خطوة هامة في مجال إصلاح التهذيب الوطني، غير أن تطبيقه يحتاج لإجراءات تضمن استمراريته. هو قرار جيد إذا صاحبته الرقابة، ما لم تصاحبه الرقابة فهو قرار كجميع القرارات التي تخرج وتختفي. واضح. هل مثلا القرار يستهدف التلاميذ أو يستهدف التلاميذ والمدرسين؟ وجهان لعملة واحدة، يجب أن يكون المستهدف التلاميذ أولا، لأنهم هم اللي منهم تضرر ومنهم الخطأ ومنهم كما أنه يمكن أيضا للمدرس وعامل الإدارة أن يقلل من استخدام الهاتف داخل المؤسسة التعليمية لكي يكون قدوة للآخرين. القرار الوزاري الجديد وإن أشاد بعض العاملين بالمجال التدريسي في البلاد بالسياق العام الذي يأتي فيه، أكد بعض القائمين على مؤسسات تعليمية بالعاصمة نواكشوط أنهم لما يتوصلوا بعد لمسودته. وكان الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني قد افتتح في 7 من شهر أكتوبر الجاري العام الدراسي الجديد من إحدى مدارس الرياض بولاية نواكشوط الجنوبية في خطوة هي الأولى من نوعها لرئيس موريتاني.